إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وتميز الاسم عن الفعل والحرف بواحد من أربعة أشياء. أولها الخفض، وهو الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض، سواء كان الخافض حرفا أو اسما، ولا ثالث لهما على الأصح. نحو بزيد وغلام زيد. قال العلامة محيي الدين رحمه الله تعالى: يريد أن يقول لك إن التابع كالنعت في نحو قولك مررت بمحمد الفاضل ليس مجرورا بالتبعية، بل العامل في التابع هو العامل في المتبوع، فالعامل في الفاضل كما في قولك مررت بمحمد الفاضل هو الباء التي عملت الجر في محمد. فيريد أن يقول: ولا ثالث لهما على الأصح، أن التابع كالنعت ليس مجرورا بالتبعية. يقول: لا ثالث لهما على الأصح. الخفض من علامات الاسم، يتميز الاسم عن الفعل والحرف بواحد من أربعة أشياء. أولها الخفض، وهو الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض، سواء كان الخافض حرفا أو اسما، ولا ثالث لهما على الأصح. يعني التابع في مثل قولك مررت بمحمد الفاضل ليس مجرورا بالتبعية، بل العامل في التابع هو العامل في المتبوع، فالعامل في الفاضل من قولك مررت بمحمد الفاضل هو الباء التي عملت الجر في محمد. فهذه أول العلامات التي ذكرها المصنف رحمه الله من علامات الاسم، الخفض. وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق الآخرة تثبت وصلا غالبا فيهن وتحذف خطا ووقفا. فمن غير الغالب أن التنوين قد يحرك لالتقاء الساكنين، نحو محظورا ننظر، محظورا ننظر، وقد يلحق الأول نحو شربتم ما بالقصر، وقد يحذف وصلا إذا كان في علم موصوف بابن مضاف إلى علم، نحو قال زيد بن عمرو، بحذف تنوين زيد تخفيفا. فإذا أثبت قال زيد ابن عمرو، فللتخفيف حذف التنوين قال زيد ابن عمرو، والأصل قال زيد ابن عمرو، ولكن حذفت النون تخفيفا. التنوين أربعة أقسام: تنوين التمكين نحو زيد ورجل، وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة غير جمع المؤنث السالم، ليدل على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية، على معنى أنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. ويسمى هذا التنوين أيضا تنوين الصرف. تنوين التمكين أول أقسام التنوين. وتنوين التنكير نحو سيبويهن وصهن،
وتنوين المقابلة نحو هندات ومسلمات، فإنه في مقابلة النون في زيدين ومسلمين في كونه علامة لتمام الاسم، كما أن النون قائمة في جمع المذكر مقام التنوين الذي في الواحد. قاله الرضي الإمام المحقق رضي الدين الاسترابادي صاحب الاختيارات الحسنة والتعليلات الجيدة، له في النحو كتاب شرح الكافية لابن الحاجب، وفي الصرف كتاب شرح الشافية لابن الحاجب أيضا، ولم يصنف فيهما أي في النحو والصرف مثل هذين الكتابين في دقة التعليل وحسن الضبط، وعليهما معول من جاء بعده من العلماء. توفي في عام 88 و600، يعني الرضي الاسترابادي. قال: النون في جمع المذكر السالم مقابل التنوين الذي في الواحد، تقول مسلم، فإذا جمعت قلت مسلمون، فهذه النون في مقابل التنوين في المفرد. مسلمات في قبل النون التي في جمع المذكر السالم، فيقال حينئذ مسلمات، فهذا التنوين يقال له تنوين المقابلة، لأنه يقابل النون في جمع المذكر السالم، ولا أحد أحسن من أحد، فيؤتى بالتنوين في مقابل النون في جمع المذكر السالم. تنوين التنكير هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية ليفرق به بين المعرفة والنكر. تقول: جاء سيبويه، بكسر آخره بغير تنوين إذا أردت رجلا معينا اسمه ذلك، فإذا أردت رجلا غير معين اسمه سيبويه تقول: جاءني سيبويه، فيصدق على أي ممن اسمه سيبويه لأنه نكرة حينئذ، فهذا تنوين التنكير. يلحق بعض الأسماء المبنية، سيبويه مبني على الكسر. المعرب ما تغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، كما مر المثال على ذلك. تقول: جاء زيد، ومررت بزيد، ورأيت زيدا، فتغير آخره على حسب العامل. وأما المبني فإنه لا يتغير آخره وإن تغيرت العوامل الداخلة عليه، يعني لا يتغير وإن تغير موقعه من الجملة. إنما تقول: جاء هؤلاء، ورأيت هؤلاء، ومررت بهؤلاء، فآخر الكلمة يلزم الكسر لأنها مبنية عليه، فلا يتغير المبني بتغير العوامل الداخلة عليه. وأما المعرب فهو الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. فإذا كان الاسم مبنيا وأنت أردت أن تنكره فإنك تنونه، كما في سيبويه وسيبويه، فإذا قلت: جاء سيبويه، فهذا رجل معين اسمه سيبويه، وأما إذا قلت: جاء سيبويه، فأي سيبويه؟ فيقال له تنوين التنكير. تنوين العوض، كما في جوار وغواش ويومئذ وليلة إذ. في جوار عوض عن حرف أصلي وهو الياء، هو الأصل جواري، فإذا حذفت هذه الياء جيء بالتنوين عوضا، عوضا عن أي شيء، عن حرف جواري، وتقول جوار. والثاني كما في قولك يومئذ عوض عن جملة، وليس منه العوض عن المفرد في مثل كل وبعض، فإن تنوينهما تنوين تمكين يزول عند الإضافة ويوجد عند عدمها، وهذا هو الصحيح. فأخرج العوض عن المفرد في مثل كل وبعض.
كل امرئ بما كسب رهين. وتقول أيضا في مثل العوض عن الجملة: وأنتم حينئذ تنظرون. ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ، هذا التنوين لإذ المسبوقة بما يدل على الزمان، وهو هنا حين، حين إذ، ولكنها منونة حين إذ، فهذا التنوين عوض عن جملة، لأن التقدير فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فإذ تعويض عن هذه الجملة التي مر ذكرها، فهو تنوين عوض عن جملة. أخرج المصنف ما كان تعويضا عن المفرد، قال: وليس منه العوض عن المفرد في مثل كل وبعض، فإن تنوينهما تنوين تمكين يزول عند الإضافة ويوجد عند عدمها، وهذا هو الصحيح. ثالث علامات الاسم: الألف واللام في الاسم والصفة، نحو الغلام واليقظان، فاليقظان صفة والغلام اسم، غلام ويقظان، وتدخل الألف واللام عليهما. رابع علامات الاسم: دخول حرف الخفض، نحو من الله ومن الرسول وقس الباقي. فذكر رحمه الله تعالى الخفض، وذكر دخول علامة أو حروف الخفض. وكان ابن مالك رحمه الله أكثر دقة، لأنه لما ذكر الجر ذكره مطلقا، فقال: بالجر والتنوين، بالجر، فيدخل في الجر ما كان جرا بالحرف، وما كان جرا بالإضافة، وما كان جرا بالتبعية. ولكن الشيخ هنا كما ترى يخرج التبعية ويقول لا، لأنه يكون مجرورا إما بالاسم وإما بالحرف. فالجر بإطلاق جعله علامة، ثم جعل دخول حرف الخفض على الكلمة علامة على اسميتها، فجعلها علامة برأسها. يقول: من الله ومن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقس الباقي. فذكر علامات الاسم وذكر أربعة علامات. قال: ويتميز الفعل عن الاسم والحرف بواحد من أربعة أشياء: أولها قد، وتدخل على الماضي، نحو قد قام زيد، وعلى المضارع، فهي مشتركة، علامة من علامات الفعل، ولكنها علامة مشتركة بين الماضي والمضارع، يعني لا تستطيع أن تميز سوى الفعلية. يعني إذا دخلت قد على كلمة نقول هذه فعل، كلمة التي دخلت عليها قد فعل، ولكن هل هذه الكلمة فعل ماض أو فعل مضارع؟ قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. قال: قد وتدخل على الماضي نحو قد قام زيد، وعلى المضارع نحو قد يقوم زيد، ولكنها لا تدخل في النهايات إلا على الفعل، سواء كان ماضيا أم كان مضارعا. يعني لو أخذت اسما مسجد، هل تستطيع أن تدخل قد عليه؟ إذا أخذت أي اسم أو أي حرف في أو على أو من، هل تدخل قد على الحرف؟ لا تدخل، وإنما تدخل قد على الأفعال فقط، وهي تدخل، وهي علامة مشتركة، تدخل على الأفعال الماضية كما تدخل على الأفعال المضارعة. ثاني علامات الفعل فيما ذكر المصنف رحمه الله: السين، وتختص بالمضارع، سيقول السفهاء. لا تستطيع أنت أن تدخل السين على فعل ماض، قال، سقال، لا تدخل السين على الفعل الماضي، وإنما تدخل على الفعل المضارع.
فهي علامة من علامات الأفعال، وهي علامة مختصة لا تدخل إلا على الفعل، ولا تدخل إلا على الفعل المضارع. وأما قد فتدخل على الماضي وتدخل على المضارع. ثالث علامات الأفعال تاء التأنيث الساكنة وتختص بالماضي، نحو قامت قعدت. ورابع العلامات ياء المخاطبة، مع كون ما دخلت عليه دالا على الطلب بالصيغة بخلاف الطلب باللام، فإن اللام تدخل على المضارع، نحو لتقومي يا هند. ياء المخاطبة مع كون ما دخلت عليه دالا على الطلب بصيغته تختص بالأمر قومي، بخلاف الطلب باللام، فإن اللام تدخل على المضارع، نحو لتقومي يا هند. فذكر علامات يعرف بها الفعل، منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص. فبعض علامات الفعل التي ذكرها مختصة بالفعل الماضي، وبعضها مختص بالفعل المضارع، وبعضها مشترك بين الماضي والمضارع. وذكر علامات من علامات الاسم تعرف بتلك العلامات، يعني بواحدة منها تعرف بها اسمية الكلمة، كما ذكر بعض العلامات التي تعرف بها فعلية الكلمة. قال علامة الحرف عدمية، وهي ألا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل، سواء في ذلك ما ذكرناه وما لم نذكره من علاماتهما. فترك العلامة علامة له، بالنسبة للحرف ترك العلامة علامة له، كما مر في بيت الحريري عندما قال والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. الحرف ما ليست له علامة، الاسم له علامات والفعل له علامات، علامات الحرف عدمية، يعني لا يقبل الحرف شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل، سواء يقول في ذلك ما ذكرناه وما لم نذكره من علاماتهما، فدلنا على أنه ذكر شيئا وترك أشياء، فيقول وسواء في ذلك ما ذكرناه وما لم نذكره من علاماتهما، أي من علامات الاسم ومن علامات الفعل. فترك العلامة علامة للحرف، ترك العلامة علامة له. قال ثم اللفظ قسمان مفرد ومركب، فالمفرد ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف، لأنه لا يخلو إما أن يستقل بالمفهومية أو لا. الثاني الحرف، يعني الذي لا يستقل بالمفهومية الحرف، والأول أي الذي يستقل بالمفهومية إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة أو لا، أو لا يدل. الثاني الاسم، يعني إذا دل على مفهوم غير مرتبط بزمان فإنه يكون اسما، فالاسم هو ما دل على معنى غير مرتبط بزمان، تقول الرجل المسجد، هذا كله لا يرتبط بزمان. تقول الأكل الشرب، ولكن يأكل أكل كل، يقول هاتي وأنا أكل. فالأكل لا ترتبط بزمان، اسم تدل على معنى في نفسها غير مرتبط هذا المعنى بزمان. فإذا كانت الكلمة تدل على معنى في نفسها، لأن الحرف يدل على معنى في غيره، وأما الاسم فيدل على معنى في نفسه ولكنه غير مرتبط بزمن. الفعل ما دل على حدث، وهذا مهم جدا، يعني إذا فهمنا هذا وأردنا أن نعلم الأطفال الصغار الفعل لكي يستخرج الفاعل عند الإعراب، نقول له أن الفعل ما دل على فاعل، على شيء يفعل. أكل دل على حدث وهو الأكل في الزمن الماضي، يأكل يدل على حدث وهو الأكل في الزمن الحاضر.
وما يكون من شأن الأمر مستقبلا. فالكلام مركز جدا كما ترى، ولكنه في الحقيقة كلام بديع. يقول: اللفظ قسمان مفرد ومركب، فالمفرد ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، لأنه لا يخلو إما أن يستقل بالمفهومية أو لا، أن يكون مفهما شيئا باستقلال لا في غيره. قال: الثاني الحرف الذي لا يستقل بالمفهومية، يعني أنه لا يفهم منه شيء في نفسه، إنما يظهر معناه في غيره، يظهر معناه في غيره، فقال لا يستقل بالمفهومية، لأنه لا يخلو إما أن يستقل بالمفهومية أو لا. الثاني الحرف يعني الذي لا يستقل بالمفهومية وإنما يظهر معناه في غيره هو الحرف. الأول الذي يستقل بالمفهومية يعني يدل على معنى، سواء ارتبط المعنى بزمان وهو الاسم أم لم يرتبط. الذي يستقل بالمفهومية إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، يعني يكون مرتبطا بالزمن أو لا. الذي لا يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة الاسم، يقول أو لا يدل أو لا يدل، الذي لا يدل الاسم. والأول أي الذي يدل على أحد الأزمنة الثلاثة الفعل، وقد علم بذلك تعريف كل واحد منهما، فاستدرجنا رحمه الله، يعني أخذ يتسلل رحمه الله بمنطقه البديع هذا، وقل إن كان كذا فهو كذا وإلا فهو كذا. فلما فرغ قال: لا أدلك الآن على تعريف كل واحد فقد دللتك عليه. فالاسم هو الكلمة التي تستقل بالمفهومية ولا تدل بهيئتها على الزمان، والفعل هو الكلمة التي تستقل بالمفهومية وتدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة، والحرف هو الكلمة التي لا تستقل بالمفهومية ولا يظهر معناها إلا إذا انضم إليها غيرها. قال: والاسم ثلاثة أقسام. الآن الكلمة، وقال هو رحمه الله: اللفظ. اللفظ قسمان مفرد ومركب. اللفظ المفرد ثلاثة أقسام، فالكلمة أو الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. الاسم ما دل على معنى مستقل بالمفهومية، ما دل على معنى في ذاته غير مرتبط بزمن. وأما الفعل فما دل على معنى يستقل بنفسه أو على معنى مستقل بالمفهومية، أو ما دل على حدث وارتبط هذا الحدث بزمان، فماض وحاضر ومستقبل. وأما الذي لا يستقل بالمفهومية أي لا يدل على المعنى إلا في غيره، أي إذا انضم إليه غيره، فهو الحرف. فإذا انقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. الاسم ثلاثة أقسام: مظهر نحو زيد ورجل، يقال له الاسم الظاهر يظهر في الكلام، ومضمر وهو الضمير نحو أنا وأنت وهو، ومبهم نحو هذا وهذه، لأنه لا يخلو إما أن يصلح لكل جنس أو لا. الأول المبهم، فإذا كان الاسم صالحا لكل جنس فهو المبهم، فالمبهم ما كان من الأسماء صالحا لكل جنس. هذا يصلح لكل جنس مذكرا، هذه يصلح لكل جنس مؤنثة، فهذا مبهم إما أن يصلح لكل جنس أو لا. الأول الذي يصلح لكل جنس هو المبهم، والثاني إما أن يكون كناية عن غيره أو لا. الأول الذي يكون كناية عن غيره هو المضمر أي الضمير، والثاني هو المظهر. فأنت تقول: جاء زيد، وتقول: إذا جاءني زيد أكرمته، وتقول: جئته فأكرمني، جئته فأكرمني، وتقول: هو يقول كذا،
فهذه الضمائر من الهاء والياء وهو وما أشبه، هذه كلها كناية عن غيرها. يعني إذا قيل لك هل جاء عمر، تقول لم يأتي بعد، لم تجزم الفعل المضارع وتقلب المعنى وغير ذلك، ولكن لم يأت، يأت فعل مجزوم بلم، وعلامة الجزم حذف حرف العلة، يأتي لم يأت، لم يأتي من الذي لم يأت؟ تقول لم يأتي بعد، هو ضمير مستتر تقديره هو، هذا كناية عن من أضمر هذا الضمير كناية عنه. يقول هل جاء عمر؟ تقول لم يأتي بعد، يعني لم يأتي هو بعد، هو هذه كناية عن من؟ عن عمر. فالمضمر يكون كناية عن غيره، وأما إذا كان الاسم غير كناية عن غيره ولم يكن صالحا لكل جنس فهو المظهر، فهو المظهر. فالاسم ثلاثة أقسام: مظهر، هو الاسم الذي يظهر، خالد وزيد وعمر، هذه أسماء ظاهرة، وضمير هو وهي إلى آخره، وأنا وأنت إلى آخره، وإياي وإياك وغير ذلك من ضمائر الرفع والنصب والجر، وتأتي إن شاء الله تبارك تعالى تفصيله. فهذه هي الضمائر. فالاسم إما أن يكون اسما ظاهرا، وإما أن يكون اسما مضمرا وهو الضمير، وإما أن يكون اسما مبهما. اسم مبهم يصلح لكل جنس، هذا وهذه هذا يصلح لكل جنس. الفعل ثلاثة أقسام على الأصح: ماض نحو قام، ومضارع نحو يقوم، وأمر نحو قم. وقوله على الأصح يدل على أن خلافا وقع. يقول الفعل ثلاثة أقسام على الأصح: ماض نحو قام، ومضارع نحو يقوم، وأمر نحو قم، لأنه لا يخلو إما أن يدل على الاستقبال أو لا. الثاني الماضي، والأول إما أن يختص بالاستقبال أو لا. الثاني المضارع، والأول الأمر. وذهب الكوفيون إلى أنه قسمان، ويقول ثلاثة أقسام على الأصح، لأن الكوفيين قالوا قسمان لا ثلاثة أقسام كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال الحرف ثلاثة أقسام، فالاسم ثلاثة أقسام، هي المظهر والضمير أي المضمر والمبهم. الفعل ثلاثة أقسام على الأصح، هي الماضي والمضارع والأمر. الحرف ثلاثة أقسام، قسم مشترك بين الأسماء والأفعال فيدخل عليهما ولا يعمل في أحدهما شيئا، نحو هل، تقول هل زيد أخوك، فدخلت هل على اسم، وتقول هل قام زيد، فدخلت هل على فعل. تكون هل مشتركة إذا لم يكن في حيزها فعل، فإذا كان في حيزها فعل فإنها تختص به. فزيد من قولك هل زيد قام فاعل بفعل محذوف دل عليه المذكور، وتقديره هل قام زيد قام، فلنرجئ هذا قليلا إن شاء الله. قسم مشترك من الحروف بين الأسماء والأفعال، يدخل على الأسماء كما يدخل على الأفعال ولا يعمل في أحدهما شيئا. تقول هل زيد أخوك، هل قام زيد، فدخلت هل على الاسم كما دخلت على الفعل. وقسم من الحروف مختص بالأسماء فيعمل فيها، نحو في قوله تعالى وفي السماء رزقكم،
وقسم ثالث من الحروف مختص بالأفعال فيعمل فيها، نحو لم، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد. فالحروف ثلاثة أقسام أيضا، قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، وقسم مختص بالأسماء فيعمل فيها، وقسم مختص بالأفعال فيعمل فيها. القسم المشترك بين الأسماء والأفعال لما صار له قلبان في جوفه لم يصنع شيئا، لأنه يدخل على الأسماء كما يدخل على الأفعال ولا يعمل في أحدها شيئا. وأما الذي اختص بالأسماء فإنه يعمل في الأسماء، والذي اختص بالأفعال فإنه يعمل في الأفعال. المركب ثلاثة أقسام، مركب إضافي ومركب مزجي ومركب إسنادي. المركب الإضافي كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة التنوين مما قبلها، كغلام زيد، بجامع أن المضاف إليه والتنوين كل منهما ملازم حالة واحدة، والإعراب على ما قبله. المركب الإضافي كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة التنوين مما قبلها، كما تقول غلام زيد، غلام زيد، بجامع أن المضاف إليه والتنوين كل منهما ملازم حالة واحدة والإعراب على ما قبله. المركب المزري هذا هو المركب الإضافي، كما تقول غلام زيد وفناء البيت وصحن المسجد وما أشبه، تقول عبد الله وعبد الرحمن وهكذا. المركب المزري هو كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث كبعلبك، بجامع أن الجزء الأول منهما ملازم حالة واحدة وهي الفتح والإعراب على الجزء الثاني. كل هذا يأتي تفصيله إن شاء الله فلا تقلق، ولكن نحن نعرف التقسيم العام كما هي طريقة السلف في التعليم وفي التعلم أيضا، أننا نعرف الهيكل العام. ولذلك كان العلماء رحمة الله عليهم في كثير من مصنفاتهم إذا أراد الواحد منهم أن يكتب كتابا أو يصنف مصنفا استفتح ذلك بخطبة، أي بمقدمة يذكر فيها غرضه في التصنيف، ثم يعطيك ما كتب بالداخل مختصرا مجملا، يقول وقد كسرت أو جعلت هذا الكتاب على ثلاثة أبواب وخاتمة، وأما المقدمة التي هو فيها فقد ذكرت فيها كذا، وأما في الباب الأول فقد جعلته في ثلاثة فصول، الفصل الأول وجعلته في مطلبين. فإذا دخلت في الكتاب بعد قراءة تلك المقدمة أو دخلت من ذلك الباب فإنك تعلم بعد حين أين أنت كخارطة الطريق، ولكن بالنسبة لكتب العلم لا للوهم والسراب. خارطة الطريق مهمة جدا، هي كالخارطة التي يأتي بها المسافر الذي ينزل بلدا غريبا لم ينزله قبل، ولكن تكون معه خارطة للمدينة التي نزلها. إذا عرف الجهات الأصلية ومعه خارطته يستطيع أن يحدد أين موقعه، ويستطيع أن يصل إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه في تلك المدينة التي حاز خارطتها، بشرط أن يستطيع قراءة الخارطة. إن كثيرا من الناس تشتبه عليه المسالك فيقول هذا من صنع الجن، فلا يستطيع أن يعرف لا أين هو ولا إلى أين يسير. وأما إذا عرف قراءة الخارطة فإنه يستطيع أن يحدد موضعه إذا عرف الجهات الأصلية، ويستطيع أن يعرف ذلك عن طريق الشمس في المكان الذي هو فيه إلى غير ذلك من تلك الأشياء. مثل هذا بتمامه يتنزل على العلوم، من علوم الشرع وعلوم الآلة، بل وجميع العلوم حتى في العلوم المادية. إذا عرف الإنسان مقاصد العلم وهيكله العظمي
إن صح التعبير، يعرف الهيكل العام للعلم الذي سوف يدخل عليه ويزاوله. فإذا دخل العلم وهو عارف لمسالكه فإنه يؤسس بعد ذلك تأسيسا صحيحا. هذه طريقة سلفنا رحمة الله عليهم في التعليم، نقلنا النصوص على ذلك من كلام العلماء في فضل العلم وفي مراتب الطلب أيضا، لأن الإنسان عندما ينظر في أقوالهم رحمة الله عليهم يتخلص من ذلك بأمر مهم يخلص إليه، وهو أنهم كانوا يعلمون على 3 تكرارات، فيعرضون العلم أولا عرضا موجزا، يجمعون في تلك العرضات الموجزة مقاصد العلم ولا يغرقون في التفاصيل ولا ينحون نحوها، وإنما يجتهدون في بيان المفاصيل العامة للعلم الذي سوف يدخلون بطالب العلم عليه. تتربى عند الطالب حينئذ ملكة، ولكنها ملكة جزئية ضعيفة في هذا العلم، ثم يعود به بعد أن يفرغ من تلك العرضة على عرضة أخرى تكون أبسط وأوسع ولكنها متوسطة في طولها واتساعها، فيعرض عليه العلم عرضة فيها بعض إسهاب، وإن كانت هنالك اختلافات في الآراء عرض عليه بعض تلك الاختلافات، ويجتهد في عرض الأدلة وفي بيان المسالك التي يسلكها العلماء الذين زاولوا ذلك العلم والذين صنفوا فيه. تقوى الملكة في العلم شيئا ما وتشتد، فإذا وصل إلى ذلك أخذ به إلى العرضة الثالثة في العلم نفسه في كتاب مبسوط تذكر فيه جميع الاختلافات وفيه جميع الآراء وفيه الترجيحات وفيه مسالك العلماء في النظر إلى غير ذلك، تكون الملكة عنده قد قويت واشتدت. إذا أخذ بيده إلى هذه العرضة الثالثة بكتبها ومصنفاتها وبطريقة عرضها لأول وهلة كره العلم واستغلق العلم عليه، ولا يستطيع بعد ذلك أن يزاوله ولا أن يتأمل فيما صنف فيه. فهذه طريقتهم رحمة الله عليه، وهي طريقة جليلة جدا، فكانوا يتبعون ذلك في التعليم والتعلم. فإذا نظرت في هذا أيضا وجدته يضع لنا بعض الأسس التي سيبنى عليها بعد حين إن شاء الله تبارك وتعالى ما يزيد على ما ذكر. الحرف 3 أقسام، قسم مشترك بين الأسماء والأفعال فيدخل عليهما ولا يعمل في أحدهما شيئا نحو هل، قسم مختص بالأسماء فيعمل فيها نحو في، قسم مختص بالأفعال فيعمل فيها نحو لم. المركب 3 أقسام، المركب الإضافي والمركب المزري والمركب الإسنادي، وكل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى كقام زيد وزيد قائم. فذكر رحمه الله المفرد والمركب، وذكر ما يتعلق بالمركب، وذكر أن المركب على 3 أقسام. المفرد الذي قصده هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. كلمة بكر مكونة من 3 أحرف، الباء والكاف والراء، فالباء جزء الكلمة، لو أخذت الباء وحدها لا تدل على جزء المعنى. المركب تركيبا إضافيا مثل صحن المسجد، جزء هذا المركب يدل على جزء معناه، فالصحن تدل على معنى مستقل وهو جزء المعنى في صحن المسرد، والمسرد تدل على معنى مستقل وهو جزء المعنى في صحن المسرد. فالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك أن الباء في بكر لا تدل على جزء المعنى، لأن الباء في بكر تكون في بركة وتكون في كبرة
تكون فيه كهرباء وفي كرب إلى غير ذلك، فهي لا تدل على جزء المعنى. وكذلك الكاف والراء تكونان في كلمات كثيرة. هذه الأحرف الثلاثة الباء والكاف والراء لا تدل على جزء المعنى الذي يدل عليه بكر، فهذا مفرد. فالمفرد هنا هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه هو المفرد، لأن للمفرد في أبواب النحو استعمالات كثيرة تختلف باختلافها. المفرد قد يرد ويراد به ما ليس بمثنى ولا مجموع، فالكلمة يمكن أن تكون مفردة تدل على واحد أو واحدة، قول مسلم أو مسلمة تدل على واحد أو واحدة، والكلمة قد تدل على اثنين أو اثنتين، فتقول مسلمان ومسلمتان، والكلمة قد تدل على جمع من ذكور وإناث فتقول مسلمون ومسلمات. فمسلمان مسلمون مثنى وجمع، مسلم ما ليس بمثنى ولا جمع، فإذا المفرد يمكن أن يكون ما ليس بمثنى ولا جمع. يذكر أيضا المفرد ويراد ما ليس جملة ولا شبه جملة، كما في باب الخبر والصفة والصلة والحال، تقول علي مجتهد، وتقول الفاطمتان مجتهدتان، وتقول المخلصون منتصرون. هذه الجمل الثلاث جمل اسمية، كل منها مكون من مبتدأ وخبر، ونوع الخبر فيها جميعا مفرد، يعني علي مجتهد، أعرب علي مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، علي مجتهد خبر للمبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، بالابتداء وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، علي مجتهد. تقول الفاطمتان مجتهدتان، مجتهدتان خبر، ما للخبر مرفوع وعلامة الرفع الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في المفرد، ولكن مجتهدتان مثنى لا مفرد على المعنى الذي مر، فالكلمة يمكن أن تكون مفردة يعني ليست مثناه ولا مجموع. هنا مثنى تقول مجتهدتان، وتقول المخلصون منتصرون جمع مذكر سالم، فهذا الجمع مفرد، كيف يكون جمعا وهو مفرد؟ لأنه ليس بجملة ولا شبه جملة. فإذا في باب الخبر إذا كان الخبر ليس بجملة اسمية ولا فعلية ولا بشبه جملة، يعني ليس بظرف ولا جار ولا مجرور، فإنه يكون خبرا مفرد، ولو دل على مجموع، لو دل على جمع من ذكور وإناث كما مر، المخلصون منتصرون والمخلصات منتصرات، فمنتصرات جمع مؤنث سالم، ومع ذلك فهو خبر مفرد لأنه ليس بجملة ولا بشبه جملة. المفرد في باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، تقول يا محمد، وتقول يا رجلا، فكل من محمد ورجلا منادى مفرد، وكذلك لو قلت يا محمدان ويا محمدون فهو أيضا منادى إيش؟ مفرد، يعني عندما تقول محمدان عند الإعراب تقول منادى مفرد، أو تثبت ما له من علامة عند الإعراب وتكون العلة على أنه منادى مفرد، ولو قلت يا محمدون كذلك فهو منادى مفرد وإن كان مثنى أو مجموعا. المضاف يا عبد الله يا زين العابدين، الشبيه المضاف يا طالبا علما ويا موقدا نارا. كذلك يكون المفرد في باب لا نافية للجنس، فهو ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فإذا المفرد المقصود هنا هو ما لا يدل جزءه على جزء معنى.
المركب يقصد به هنا ما يدل جزءه على جزء معنى، لكي نصل بهذا التقسيم والتعريف إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالتركيب. فالمركب ثلاثة أقسام كما قال رحمه الله. لكي نعرف هذا المركب لابد أن نعرف المفرد في هذا الباب في هذا التقسيم. فالمفرد هنا هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فاسم محمد الميم منه لا تدل على جزء المعنى، انفصلتها بعيدا لا تدل على جزء المعنى، ولكن المركب ما يدل جزءه على جزء معناه. فإذا قلت يا عبد الله أو قلت عبد الله فعبد تدل على جزء المعنى، ولفظ الجلالة يدل على جزء المعنى. فإذا المركب هنا ما يدل جزءه على جزء معناه، وهو أنواع. المركب الإضافي مثل غلام زيد كما ذكر المصنف رحمه الله، وكما في كتاب علي، وكما في صاحب الدار. هذا النوع من التركيب يدل جزءه على جزء معناه. فكلمة غلام في قولك غلام زيد ذات معنى مفرد، غلام لها معنى، وكلمة زيد ذات معنى مفرد، ويدل كل من الكلمتين على جزء المعنى. فغلام تدل على جزء المعنى، وزيد تدل على جزء المعنى في قولك غلام زيد. هذا النوع غلام زيد يعرب صدره في مثل قولك غلام زيد، يعرب صدره أي غلام تبعا لموقعه في الإعراب. أما عجزه هو المضاف إليه وهو زيد هنا غلام زيد، فمجرور بالإضافة في جميع الحالات. غلام زيد، زيد هذه دائما مجرورة بالإضافة، وأما الغلام فعلى حسب موقعه في الجملة. تقول جاء غلام زيد ومررت بغلام زيد ورأيت غلام زيد. أما زيد فليس على باله شيء، هو مجرور بالإضافة راح نفسه. وأما الغلام المسكين فمرفوع مخفوض منصوب كما ترى. إذن في المركب الإضافي يعرب صدره تبعا لموقعه من الإعراب، وأما عجزه فمجرور دائما بالإضافة في جميع الحالات، لا علاقة له بما يجري في الخارج. المركب المزري هو كل كلمتين جعلتا كلمة واحدة ونزلت الكلمة الثانية من الأولى منزلة تاء التأنيث في ظهور الإعراب عليه، مثل بعلبك حضرموت، يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة جرا ونصبا. لأن المركب المزري كما هو معلوم ممنوع من الصرف، الصرف هو التنوين. من هذا النوع ما يبنى على الكسر، يعني لا يكون معربا وإنما يكون مبنيا، مثل سيبويه، خمارويه، نفطويه، عمرويه، فهذه كلها مبنية على الكسر، يعني آخرها مكسور يلزم الكسر في جميع الحالات مهما اختلفت العوامل الداخلة عليه، لا يبالي، يلزم حالة واحدة وهي الكسر. تقول سيبويه، رأيت سيبويه وقال سيبويه ورأيت سيبويه، لأنها مبنية على الكسر فيكون معربا، وتكون الحركات الإعراب تقديريا، يكون الإعراب ها هنا تقديريا لأنها مبنية، هي مبنية على الكسر. المركب المزري كل كلمتين جعلتا كلمة واحدة، البور سعيد، بور فؤاد، حضر موت وما أشبه، كل هذه مركبات مزرية. نزلت الكلمة الثانية من الأولى منزلة تاء التأنيث
في ظهور الإعراب عليه، لأنك عندما تقول مسلم إذا أدخلت عليها تاء التأنيث صارت مسلمة، أي مسلمة، مسلم. قال مسلم، رأيت مسلما مررت بمسلم. على أي حرف تظهر حركة الإعراب؟ على الميم، على الحرف الأخير، جاء التاء والتأنيث. تقول قالت مسلمة، رأيت مسلمة، مررت بمسلمة، فدخلت تاء التأنيث وتظهر عليها حركة الإعراب. المركب المزري كذلك، كلمتان جعلتا كلمة واحدة ونزلت الكلمة الثانية من الأولى منزلة تاء التأنيث في ظهور الإعراب عليها، في ظهور الإعراب عليها. كما تقول بعل بك، وحضر موت يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة جرا ونصب، ومنه ما هو مبني على الكسر كما مر، ومنه ما يبنى، أي من المركب المزري، ما يبنى على فتح الجزئين، كأحد عشر وصباح مساء وبين بين، هذا لا يبالي أيضا. تقول جاء أحد عشر طالبا، ورأيت أحد عشر طالبا، ومررت بأحد عشر طالبا، لأنها مبنية على أي شيء؟ على فتح الجزئين، على أحد وعشر، فهذه مبنية وهذه مبنية، وكذلك صباح مساء، وكذلك بين بين، هذا هو المركب المزري. هذا قد وضح الله تبارك وتعالى به شيئا من كلام المصنف، ومسألة أنها تنزل منزلة تاء التأنيث أي في ظهور الإعراب عليها، كما في مسلم ومسلمة، فصار الإعراب لا يظهر على الميم، وإنما يظهر على ماذا؟ على التاء لما لحقت بالميم. ومنه تعلم أن النساء يتحملن الكثير، فصار مسلم بعيدا عن هذا الذي يحدث هناك من اختلاف الآخر بالعوامل الداخلة عليه. المركب الإسنادي وهو النوع الثالث من المركبات، وكل كلمات أو ما يجري مجراها ضمت إلى كلمة أخرى أو ما يجري مجراها. لو قلت وكل كلمات أو ما يجرى، تقول مجراها ضمت إلى كلمة أخرى، أو ما يجرى تقول مجراها، تقول مجراها، بحيث يفيد التركيب أن مفهوم إحداهما ثابت لمدلول الأخرى، مفهوم إحداهما ثابت لمدلول الأخرى. تقول محمد مقيم، أسندت ماذا لماذا؟ الإقامة لمحمد، هذا مركب إسنادي. تقول أقام محمود، أسندت ماذا لماذا؟ الإقامة لمحمود. وتقول استفد، أسندت الاستفادة لمن؟ للمخاطب، تقول استفد أي أنت، فأنت أسندت الاستفادة لمن؟ للمخاطب. فالمركب الإسنادي هو كل كلمة أو ما يجري مجراها ضمت إلى كلمة أخرى أو ما يجري مجراها، بحيث يفيد التركيب أن مفهوم إحداهما ثابت لمدلول الأخرى، كما في قولك محمد مقيم. فمحمد مقيم جملة اسمية من مبتدأ وخبر، هذا التركيب يعني ثبوت الإقامة لمحمد. أقام محمود جملة فعلية، لأن الجملة الفعلية هي التي تبتدئ بفعل، فالجملة التي تبدأ بفعل أو تبتدأ بفعل هي جملة فعلية، والتي تبدأ باسم جملة اسمية، كما في محمد مقيم اسمية. أقام محمود، أقام محمود جملة فعلية من فعل وفاعل، وهي تفيد ثبوت الإقامة لمحمود. استفد جملة فعلية مكونة من فعل الأمر ومن فاعله، الضمير المستتر وجوبا المقدر بأنت. هذه كلها كلمات ضمت إحداها إلى الأخرى فأفادت. مثال ما يجري مجرى الكلمة قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا يجري مجرى الكلمة الواحدة، حتى إنك في الإعراب
يكون ما لديك من الإعراب راجعا إلى المصدر المؤول، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فتقول وأن تصوموا أي وصيامكم خير لكم، فأن والفعل في تأويل مصدر مبتدأ، عند الإعراب ترجع إلى المصدر المؤول، فهذا يجري مجرى الكلمة الواحدة، يعني صيامكم خير لكم، لأنها مبتدأ صيامكم خير لكم، فقد حلت أن والفعل محل كلمة واحدة وهي الصيام. وكذلك في قولك يسرني أن تتفوق، أين فاعل يسر؟ يسرني، يسرني، يسر فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضم، لما هو مرفوع؟ لأنه غير مسبوق بناصب ولا جازم، مرفوع لأنه غير مسبوق بناصب ولا جازم. يسرني، النون هذه ما هي؟ نون الوقاية، لأن الفعل لا يكسر، وهذه الياء أعاذكم الله ترمي بلاها، فهي لا تتناسب إلا مع الكسر، فإذا أدخلت يسرني من غير أن تأتي بالنون التي تقي الفعل المسكين من الكسر عند إسناد الياء إليه كسر. يسري، إنما يسرني، فتأتي النون يقال لها نون الوقاية حتى تقي الفعل من الكسر. يأتي لها مزيد تفصيل إن شاء الله، لا تتعجل، لا تتعجل. ففاعل الفعل يسر هو المصدر المؤول من أن والفعل، يسرني أن تتفوق. نعم، قلنا هذا فعل وهذه نون وكذا، ولكن أين الفاعل هنا؟ الياء هذه ما إعرابها؟ مفعول به، يسرني، لأن السرور وقع على من؟ على المتكلم، وهذا ضمير المتكلم يسرني، ولكن من الذي سر المتكلم؟ التفوق الذي هو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، أن تتفوق، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره التفوق، يعني يسرني تفوقك، فهذه كأنها كلمة واحدة. إذا قال لك قائل أعرب أقام محمود، فتقول أقام فعل ماض مبني على الفتح، محمود فاعل. إذا قال لك قائل كيف عرفت أن أقام فعل؟ لما لا تكون أقام حرف أو اسم؟ كيف تثبت له أنها فعل؟ نأتي بعلامة من العلامات التي لا تدخل إلا على الأفعال، فيأتي أحدنا فأقول سوف أقام أو سأقام، من علامات الأفعال، نأتي بعلامة تصلح للزمن الماضي، إن أقام فعل إيش؟ فعل ماض، فنأتي بعلامة تصلح للدخول على الفعل الماضي، وحينئذ نتأكد من أن هذا الفعل هو فعل ماض، أو هذه الكلمة فعل وأنها فعل ماض. إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون النحو بفضل الله تبارك وتعالى من أسهل ما يكون إن شاء الله، لكن اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، اصبروا وصابروا ولا تجزعوا. في بداية الأمر كأن المرأة سيقع في البحر، ولا والله النحو سهل، أسأل الله أن يسهل علينا النحو والصرف وجميع العلوم من شرع وآلة، إنه على كل شيء قدير، فلا تخشى شيئا، فالأمر يسير بفضل الله تبارك وتعالى. وما دمت تنوي أن تتعلم النحو من أجل ألا تلحن في كلام الله ولا في كلام رسول الله، وأن تقيم لسانك وأن تكون مقتربا من العربية الشريفة قراءة ونطقا ودعوة إلى الله تبارك وتعالى لفظا وخطا،
ما دامت هذه نيتك وهي نية صالحة إن شاء الله فسيفتح لي ولكم فيه إن شاء الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.